Sampai imamah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha Tina ila ziyarati baitillah wa ziyarah rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal afiyah wal mu'afata daima fid dini wad dunya wal akhirah, wa nas'aluka min ahli al-ilmi wa ahli taqwa wa ahli taubah wa ahli al-ghina wa ahli al-qana'a, wa nas'aluka dhanban maghfura wa sa'yan maskura wa tijatan lan tabura bi rahmatika ya arhamar rahimin ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana wa ghfir lana ma madha ya wasi'al karam. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwarta al-ardha bi nuri shamsika wa nuri nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa badana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma nawwir qulubana futuhal arifin wa salihin wa siddiqin. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullah salamun wa abuna wa ahlina wa aslabuna salihin. Allahumma dhalni niyatana bi niyatihim wa ta'atana bi ta'atihim wa sana gada bi jumratihim alladhina namta alihim min nabiyyina wa sadiqina wa shahada wa salihin ala hadhihi niyat wa ala ubiyyatin salihah wa ala manu isafina salihun ila hadratin nabiyy Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam bi sayyidil al-fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مجتهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند حلول حديث العميم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم نبينا الامر النهي فلا احد أبر في قول لا منه ولا نعم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا محمد يا واسع الكرم يا صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا حضرة سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا مولانا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم من الأرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وآل كل منهم وصحابة أجمعين
والأولياء والشهداء والصالحين وجميع ملكة المقربين وإلى جميع أرواح الأقطاب والأمداد والأوثار وجميع عباد الله الصالحين وجميع أرواح أهل لا إله إلا الله محمد رسول الله من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات من مشارق الأرض ومغاربها من دار زيدنا الإمام القدس المدني أشعب قدر جيلاني ودار الإمام الإمام المهاجر اللهم بن عيسى والإمام والأسد العظم الفقيه المقدم محمد علي بن علوي وأصول وفروعهم جمع ركبة ساداتنا علي بن علوي وأصولهم وفروعهم ثم نخص فصولات قلوبهم وصبرات بكل إشار وقت العباد وبلا إلا مولانا الإمام الهادي عبد الله بن الحدر وأصول وفروعهم النواد بشام الرحمة والمغفرة بدرجاتهم جنة الله منفعنا ببركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفاتهم ونفاتهم وأخلاقهم وأدابهم في الدنيا والآخرة وعلى أن يليان الله سبحانه وتعالى جعل جمعنا هذا جمع مرحوما حصل فيها لنا البركة وسلامة في الدين والدنيا والآخرة وطول العمر في طاعة الله وطاعة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم وعلى نيته بمنية الله في الظاهر والباطن من جميع البلاء والأداء والبلياء ومن جميع فتن ما ورى منها وما بطن وبنية سلام من جميع أمور الدين والدنيا والآخرة وإن شاء الله تعالى يبلغ مقاصدنا بتيسير وسهالة وجمالة ورعاية إلى خبر ياسيننا محمد صلى الله عليه وسلم ورزقنا محبة المختار الحبيب العظام سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وإن شاء الله يا رزقنا تيباء بسعد حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم على الدنيا وعلى أكمية صالحة والمعشافنا صالحون إلى حضرة نبي محمد صلى الله عليه وسلم لسير الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده وهو العلي العظيم آمن الرسول أنزل إليه من ربه والمؤمنين كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله يا لا إله إلا الله 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 لا إله وتكهنا بها من جميع السيئات وترفنا بها عند أعلى الدرجات وتبلغنا بها أصل الغاية من جميع
استغفر الله يتوب وبعد الممات انك على كل شيء قدير اللهم صل صلاه كامله وسلم سلاما كاملا على سيدنا محمد فيك خالد الاقاد وتنفرج في الكرب وتقضى بهوائج وتنال برقائب وحسن خواتم واستسقى الغمام بمن الكريم وعلى وصل بها لكل معاملة اللهم انا نستحفظك ونستودعك اديانا وابداننا وانفسنا وامن واهلك وجنا عبيدنا اللهم احفظنا وان في تنافيك وامانك وايادك وجوارك من كل شيطان مريض وجبن ان يوازينا وذيبنا من شر الذكر سيدك على كل شيء قدير اللهم اهدنا بالتقى والاستقامه واعذنا من مجيبه الندامه بالهل والمر انك السميع الدعاء وصل اللهم بجمالك وجلالك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لا اله الا الله امن الامن من زهو الايمان ومن فتنه الشيطان يا رب من احسان كم بات علينا من احسان لسانك القديم يا الله اي كائنات الحوادث مخلوقات ya jadi Allah Subhanahu wa taala itu sudah merencanakan ini semua. Jadi kita hadir di sini, kita datang di sini bukan karena niat kita, tapi memang Allah yang kehendaki. Ya, au qalilun banyak atau sedikit, ya, siang atau malam, ya, kemudian ya, yang beriman maupun yang tidak beriman, muslim atau kafir dan lain sebagainya, semuanya sudah Allah rencanakan. Mudah-mudahan pertemuan kita ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sebagaimana Abizin katakan tadi bahwa kita ingin di dunia senang, akhirat pun senang. Ya, jadi kita di dunia punya rumah, di akhirat punya rumah. Wabil khusus guru kita Habib Zain Al Munawar, pokoknya nanti kita pegang beliau sampai kapanpun dan kemanapun. Ya, di sana kita cari-cari beliau. Ya. Jadi nggak usah kemana-mana ya, Bin. Ya, ya kita ikutin dia. Kalau kata orang kita cancang beliau. Ya, jangan sampai kemana-mana. Alhamdulillah, beliau juga sudah selalu mendoakan kita, khususnya nih jamaah yang ada di Ulu Jami. Ya, niat beliau itu semata-mata adalah untuk mempererat ukhuwah Islamiyah kita, supaya kita itu majlis taklim tetap subur di tanah Ulu Jami, tetap bersilaturahmi dan juga tetap kumpul-kumpul barokah. Ya, ngopi barokah, makan barokah, perkumpulan barokah dan pertemuan barokah. Amin. Ya, mudah-mudahan ini semuanya adalah memang betul-betul Allah sudah rencanakan pertemuan kita, walaupun tadi keberangkatan kita enggak bareng, kemudian hujan dan memang tadi ada yang pulang Habib. Enggak apa-apa, tapi Allah alhamdulillah niat beliau itu memang sudah betul-betul untuk hadir di acara kita yang ini tadabur alam. Ya, tadabur alam, ya, kita bersatu dengan alam, kemudian kita mencoba untuk menyatu dengan alam, yang mana alam ini adalah salah satu makhluknya Allah Subhanahu wa taala yang akan menjadi saksi nanti di hari kiamat. Tanah yang kita injak, rumput yang kita injak, apapun yang kita lakukan di muka bumi ini sebagai saksi di akhirat nanti, di hari kiamat nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini gimana nih tadabur alamnya hujan? Coba kemarin tahun 11 enggak hujan kan lu? Susu jahe ada dong. Kopi. Susu jahe lu mau? Mana susu jahe? Bikin sendiri? Iya enggak apa-apa. Aha mak. Ahem mak no. Gue beli tadi kan, tuh beli lagi gua nih. Terus. Susu jahe le. Slow bang Isa, slow. Mas video le, ulang. Bener nih, tuh. Ini kopi nih. Iya, benar. Harus bayar dong, harus bayar. Le, susu jahe le. Iya.